ليش ايش اللي بنجي الف او انت ومصطفى انت ومصطفى وفارس خلوا بنجي يكون الف يا اخي نحن الحين معنا محمد صح هم مع بعض ما هم معنا محمد ليزر مصطفى ليزر كسرت ايدك كسرت ايدك ما دمت ما دمت حركات وانا عبود علي وياكم شاين مس عبود شيلته شيلته تقريبا غالي ما عندي اسمه حد علي اكو دمت 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 محمد يا انا يخرب بدينك والله شلاني انا فارس اقولكم هيليكان سيدركم ها شوف فزنا خسرنا خلاص فزنا قول اوكي يلا يخرب بيتك على حمد يلعن ايمك والله ما عطاني وحده انا يا اخي تعالوا جيم ما بعرف مين اللي عنده صدى اول ما كان في صدى محمد جيم محمد ليش صار صدى صدى ماشي صدى والله ماشي محمد ليش صار صدى ماشي ماشي ابو ماشي ماتك من اخر انا هو دخل اصلا كان في منور ايش عندي واو مش كله بك يا اخي منو عندي توكي عندي اخي هل ما بوكي ايش ما حبيت ما بوكي فور هذاكي لا ندخل هذا شو يقع عند ايات حمد ولا العظيم لا هو ايدين ما ينفع هذا كلام عليه عاد ذكرت ها ايش كان هذا عادي من اول اوكي ليش ما تقول من اول اقولك عبود استسلم ما هلا لعبنا وايد فري في فري في فري هذاك احلى فزنا ولا لا يا اخي بس ما يقول ولا شيء شوف ايش كني برد ارجع ها برجع اطلع بعدين يا اخي بكون اي حد يبغى ثاني الجن مبروك شو ما شو باخذ امك شو كيف 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 من عندك عبود فارس صاير يموت عندك ها عدنان شو عندي مع السلامة بلاد غيرت سكني اعطوني اخي شو اسمه راح عند جوزين مش كل عارف بريزن زعلك ترى والله احلف يا حسين يا خبركم يعني تعال الله يا يلكم الله حمد عمد انا راح اتصل اعطيتها 90 ما صفت 90 اها اكسروا علي بكره انا وراك وراك والله مو مخلينك انا مو مخلينك انت يلا ما يلا هذا شو من اللي مات فارس صح انا ما عرفت انا غيرت سكني غير سكني عبد الرحمن مصطفى شو علي شو غابتي ما يروح هذا عبود دد حرام جدا كان يعجب محمد يظهر يا اخي ليش لا لا ترى مصطفى 84 هنا حماد حماد مصطفى الى ابد كل زقه تقعد تشرد تقول لي ايزي يا ونه مصطفى هنا دوري ليه انت خاف واحد ايمكم بخرارة والله كنت بخرارة اي افتح حمد ما هي والله كانت مسخرة اعرف انا عندي امي هي انا ما اشوفها اه حمد ما هي 70 وراك عبود 78 حمد مش عند امي اوكي اميو اميو الحين 60 17 17 خلاص يلا دخل مسوي مصطفى خلي يا اخي انا اذبحكم فتنه يعني عبود خلنا انا سهيل السلام عليكم لعبت فيكم تيلة صح عبود مدمج انت بس
ما طلع كان تغير شكل. إيه لا أنا بروح أنا جراي. عبود دمشت شوية. لا شو كلامك عبود مختار اليمين. محمد معانا عبود كيف تستطيع انت؟ ترى عبود تنسى 170 ها؟ كيف كرة كيفك انت؟ احنا نقول 47 اقول عبود تنسى 23 ثاني تاها بنزل عليها هنا شو بيموت 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 يرفع 12 ها؟ بهيل عادي خلاص بيموت بيموت سلام عليك كيف عبود 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 ليش حطيت شكويف والله شكويف ما يطيح ما سف فول دامج انت ما اخذت يوم ضربت اول درك ما اخذت فول دامج بعد ثاني درك اخذت ملحظ يا ريال ساحر شو تقول؟ شنو جيم انا كريتكم فينا شوي مو عندي مو عندي بيخلص اوكي مصطفى حمد عندي اه هلو 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 عند بعض صح؟ ايه 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 قتلوا من طين شلا والله ما يستحي شوف بالغ عنده سبون انا جيب شو معاي ها اوه تصدقني يخرب بيته بيه ما عندي سبون عجب بيه فاشل يا ريال ما تعرف كيف تستعمل كراش بود هذا مو بالجرابلر وين نسيت لك هذا مو بوب بوب كراش باد أول صح كان يفر كراش باد مالك كويب عبود بابا أول كان يفر كراش باد هو الزق يا ريال ما يشتغل ما يشتغل لعبة خربانة محمد معك عبود عبود هي لا عبود ترى محمد اللي ياباك عليه ايه صح لا لا عبود ياباني انا ابوه ما يشتغل انا قاعد اسوي جرابلر ما قاعد يشتغل كنترولر عادي عادي شي عندي ريلود شي بيجاكس شي ريلود 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 اقول لك شي بيجاك هما فاز اربع مرات اشتوها ويكم انتم من وقتهم اوكي شوفوا بس مني عن الناس عن فارس اذبح فارس بعدين واحد نشبي يذبحني اوكي شو اصلا احنا رسبنا عن بعض عبود رسبنا ينبض محمد هاي انا جوزي عندنا جوزي عندنا اوكي انت حسبتك حماد اه شو ثلاثة ثلاثة ايه كل عشرة لا جزء عنا تراك أنا ورا بعض تطلع كم زود بالبوم أي كيف فارس انتبه فارس انتبه بس أنا عبود ساحر ده في داري عب ترك لا عشرين كفو أقول لك إيمة أقول لك إيمة يخرب بيتها أقول واحد واحد يصير عبود عبود لا غيرتي ما كل حمد عبود عشان تي 34 هي لأنه من 34 لاك يا ريا والله قوي
عندي لاك اكل لاك كلكم سالتني لاك مع عبود فارس قلت لهم راح على المي قضيت بقلبي احب اخليك على المي اذا انت رجال ادعني مره الحين اوكي كلاب يتضاربون ذبحتك مرتين دي ما ذبحت اوليبي اسا باسو بولو بولو اوليبي دور وايد دور مين عليك تبغى اذبح في اللاز صح والله في كلام عبود خلاص تروحون في اللاز علم عليهم شو فارس عن جد دينجي اربع الله يكفيكم اربع دينجي 40 60 يا عم انتوا ايمكم زي الخرا واو ما شاء الله ايش حركه تقريبا 30 هل تقريبا 30 35 بس قاعد من 35 ولا شيء هل 35 لا فينا ها انا بعلمها عقب لا كذا سوى فيكم انتوا 30 مسخره واخنا انتوا ساعتين ثانيه ما حاطلي كم فاير زقة اقلك تدري شو بتجيب بالباونسر واقف مكانك حاطلي مو عندي بونسر كان لازم تكون ساعة تفوى لا هاي ثلاث بارس اخذ اخلي عبود عليك ما بغي منو عندي انا منو عندي حمد 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 انت زيد انت رايح لا تقول لي شيء يضرني على يضرني تعال لا تعال 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 اطلع اطلع ربي حمد جابني اتاكد من الله انا اقول لك من اول سوي لك فوق يا اخي مشكله ما يطلق انا عليك الخرا دمجتك كمان ما دمجتك انا عبود عبود قول بين عليه هو دمجتك تفوى والله نتك الزق نتك الزق انت اللي ذبحتني دمجتني انا دمجتك طلقه دمجتك اكثر انا اكثر عنه ما دمجتك قسم بالله ما دمجتك والله ما دمجتك عليك ولو زيد انا عليك انت اللي تطوي فارس وايد شو انت ما قدرت تسوي شيء خلاص حتى لو انت ما دمجتني اوكي حتى عبود كان علي انت نحن ايوه عبود دار المشاركة شو نسوي له الله ذبحتنا كل واحد بداية تزعلت شو قصدي عبود تحت حمار قاعد يزروني من اليمين ما تشوفه مصطفى والله اللي زرته بعد عرفت ماما عم بموت بيكاك بيكاك محمد عبد المبارك كل بيكاك يعني هاي انت ايزي بيكاك لا تسولف وايد عبود اخي معي محمد يجي لك بيكاك ساري يا راح يا تخشي اوف محمد اوف محمد انزل انزل يلا باي علي بس والله انت عم كمر عبود ستة لا والله عبود اربع تيمي الزق يا عطوه يموت حمد شو تسوي انت وانا معرق وما ادري حمد والله يدمجني والله حمد يجيني حمد شو اكثر واحد والله حمد اكثر واحد يدمج ايه حمد والله حمد طلع تعال يا بود كفو تعال يا الحرمة تعال خلهم كيفات خلهم كيفات حمد طلع يلا كل حد كيفات
اكو عبود هناك ها؟ يلا اطلع لي اطلع لي يلا اطلع لي يلا من بعد اتوصل يا سلامه انا ما ابي اقول لك ضايمين والله كثير تيم اي في الحياه حماده اكلك ابيك يا حمار امكي انا بس هي الاثنين لا فريق لا نلعب الاثنين هات لهم الاثنين انا بتهيل يا انت ما تهيل وا لا بحريم كفو خلاص ايزي 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 هو انا حني ضربي يا بابا عبود من اجل عبود من اجل فارس عبود من اجل خلاص فارس عطوني بعد مايك احسه بس هو عنده مايك لا انا ما لعب ما بلد مايك بعيد ايه مصطفى خليني افوز قوم مصطفى تعال مصطفى لا واقف عبودي معانا عبودي معانا ما يخصني عبودي معانا محمد هي عبودي معانا اوكي يعني انا وياك لا لا شيل لي وياكم يمكن 4 ضد 2 تستعبط انت جيب اللي انا ابو عبود انا محمد ويانا اذا بنعطيكم محمد بنشيل عبود بنشيل عبود شو ترى نحن الثلاثه اثنين يا غبي انت ما تفهم ها صح عماد مو موجود راح نكمل كم اثنين عبود كراك 70 يتعبد 70 ها شوفوا من هذا حمار تعبود وايت 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 يتعبد راسي شو شويه عبود هني عبود اللي تحت والله عبود ما يخاف اي بول دمجته اي بول ها صح توك بدله تعال ما غير التيم ذا الحين حتى بوكس باي ام كيلو وايت لو وان شوت بوكس باي ام كي وان شوت داون داون تيم الخوف والله ذبحته ذبحته اه وداون داون انا معاك ليش تذبحني؟ عبود ليش تذبحني؟ عبود اذبحه مدك انا تذبحني ترى ما افك وان شوت اي بولت وان شوت عبود وين راسك؟ اقول لك عبود اللي وان شوت وايد عبود راسك 46 46 وراك وراك بسم الله عبود 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 انت مو معي الحمار ذبحني يلا اه جوزتي مو معي اذبح فكنا محمد انت كل زقلك ما اقدر اصرخ والله منو منو ضد منو؟ عبود انا وانت وعبودي رشتي حمار والله قاعد يزعل علي مد عبود عم متيو بس لا ياب يابا انا هذا اصلا ما حد يطلق على بعض اصير لا انت حمار قاعد تطلق علينا اصلا ايوه شو انت حمار ايه انت احسن عشان ما نطلق بعض مني كل واحد ينقز قدام بعض كيف ما تبغى تطلق عليه لا خليه يذبحني ايه ايه انت كيف قبل شوي ليش كنت ليزرني علي انا كنت موقف قدامك ليش كنت ليزرني عشان غيرنا تيم انا حسيت انا رحت عند عبود ومصطفى انا قاعد اقول بس انت ما تسمع ايش احول ما تسمع شو يعني ايش كثر هي اللي عنده؟ القم يلا
ايش كثر هيل عنده يا اخي؟ دمجته فوق. ما عندي بس عندي تينك تينك، ما عندي شيء، بس عندي تينك تينك. ابازوكا باند شو يعني؟ هذا شو يسوي لك؟ ابازوكا باند شو؟ لا فرض 4 ضد 3 فوق 500 جي. طبعا كل شيء بدكم ما عندي. بس في الزون كيف شيء؟ اقول انا في الزون. شو اقرا؟ يلا ما تبي تروح على الكتابه؟ انت غبي يا اخي ما تسمع؟ كم مره اقول لك عدد معانا فارس؟ خليت السمكه يا ريال. عبد احسن خلي اللاب اوكي. والله كل احد يتلخبط. شوف كاتكم انتوا يا اخي، انتوا وقفوا تقلبوا مايكم عند الله. انا ما ادري عبود رسيدي المره يقول عبود معانا مره يقول ضدنا، احنا ما فهمتوا ايه نادايل. انا قبل شوي قلت مصطفى، والله مصطفى سمع بس انتوا اذا ما تسمعوا فتحتكم عشان انت ما سمعت. ايه من قال؟ اقول لو ندش هذاك فوق عبود رسيدي اقول لك بند مايك فارس. ها مايك يا اخي بند. الله حرام والله قد بموت في لحظه الجدقه. انا عبود منو؟ انت بس تدور محمد معانا احنا عبود قسم. خلنا نطلع عبود حمار يا باي مام. عارف الماب بس بحط هنا في فور حمد منو تدش؟ شبكتو ما بيوني اوليف